حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا مهدي بن ميمون حدثنا واصل الاحدب عن المعرور بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه قلت وان زنى وان سرق قال وان زنا وان سرق